رغبتي وأمنيتي أن يعود الأزهر إلى سابقه قبل قانون 301 سنة 61. القانون ده اللي هو قانون التطوير بتاع عبد الناصر. وعبد الناصر طبعا جزاه الله خير دخل البنت في جامعة الأزهر ودخل بقى الكليات الطب والعلوم والهندسة والحاجات دي، فأصبح بقى يجمعوا بين علمين، علم ديني وعلم مدني، فلا فلحوا هنا ولا فلحوا هنا صراحة يعني. تمام.